وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات الفقه حياة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنمر على آية قرآنية كريمة نتدبر فيها مع ضيفنا الفاضل، وكذلك للإجابة على تساؤلاتكم الفقهية المرتبطة بشهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركة، وحتى على غير المسلمين، باعتبار أن خيرات رمضان تعم من المسلم إلى جاره غير المسلم. يتواصلني أنا الكثير من الأخوة الجاليات المسلمة في الدول الغربية، وكيف أنه ينقلون انطباع شهر رمضان حتى عند غير المسلمين. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام نرحب بضيفنا الفاضل الدائم على البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سماحة السيد وأهلا بكم. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، حياكم الله، وفقتم وحفظكم الله. الآية المباركة التي سنتدبر فيها هذا اليوم، لطفا سماحة السيد مقطع من آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحسنتم، هي آية كاملة، آية كاملة من سورة مريم. مريم، نعم، آية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أستاذ مرتضى، في واقع الحال تعرف جنابك أنه البشر طول حياته يعتز بقضايا كثيرة، نعم، يعتز بفلوسه، حتى أن القرآن الكريم يذم الحالة هذا، وتحبون المال حبا جما، أو أنه يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة في سورة همزة. بعضهم يتصور أن الأولاد والعشيرة هي العزة، هي المفخرة، وحتى أن الله سبحانه وتعالى ذمهم، ذم هؤلاء الذين يعتزون بعشيرتهم، يعتزون بكثرتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قاموا يعتزون، يقول احنا 5430، يقول لا انا 4700 مثل كذا. فقاموا يروحون للمقابر، يا هذا إلي وهذا إلي وهذا إلي وهذا إلي، حتى أقول أنه بني إحصائية يأخذها من القبور الموتى حتى يقول أنه أنا أعز ذنبا وأعز شأنا أعز. رب العالمين يضرب هذه القيم ضربة قاصمة. أنا أيها الناس، أيها الناس، ترى هذه القضايا كلها في هالشأن، شأن الحياة. وإذا ما تتعرفون، إذا ما تتعرفون عن شأن الحياة وطبيعة الحياة، ترى أنتم في غفلة وفي سهاد وفي عمى. نعم، عرفوا طبيعة الدنيا يا جماعة، عرفوا طبيعة الدنيا، والله العظيم لو تعرفوا طبيعة الدنيا وتعرفون قضية الدنيا ومعادلة الدنيا، هواية من أموركم راح تتحسن، هواية من أموركم راح تتحسن. أسألك سؤال أخ مرتضى. نعم، أنت رايح للطبيب، عفوا يعني مثال جميل ولكن ما أريد، يعني مو أنت المقصود، رايح للطبيب لأنك تحتاج الطبيب. نعم، يقول لك ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربع ساعات تنتظر الضوج. تقول أنا سيدي شو أسوي، هي أربع ساعات وتخلص، ثلاث ساعات وتخلص. أعرف طبيعة الأطباء وطبيعة العيادات بيها هتشي، فأنا موطن نفسي على شنو؟ انتظار. أحسنت. أما في قضية أخرى اللي هي أنت ما موطن نفسك على الانتظار، أنت تقول أنا بخمس دقائق أطلع، صدقني 15 دقيقة بالنسبة لك شنو؟ صعبة. أحسنت. نعم، فالإنسان لما يوطن نفسه على قضية ويحدث نفسه على قضية ويوحي نفسه بقضية، هواية من أموره تتغير وتتبدل، رؤيته، تحمله، صبره، طاقته. سيقول لك يا ببيت فلان وين؟ يقول هذه، ها سيدنا، خطوتين، خطوتين، وانت تمشي مولانا، تمشي تمشي، تقول ها وين الخطوتين؟ تعبت، تعبت، انت قلت خطوتين صار 3000 خطوة فتتأذى. اما لو قل لك من اول قل لك 3000 خطوة، انت لما تمشي 2000 خطوة تتأذى؟ لا، مستعد نفسيا. احسنتم، موطن نفسك على تلك المسافة. الدنيا
تعالوا لنتعرف عليها حتى نوطن نفسنا بحسبها. يا جماعة، ترى الدنيا كما قال علي صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا تغر وتضر وتمر. غير الغرور وغير الضرر هو أنها تتركك شئت أم أبيت، وتتركها شئت أم أبيت. فشنو هذا اللي أنا حسب تعبير نكاتل نفسي عليها؟ الفردة سيدنا، الفردة ما تكلمنا عنها. لا بعدني، هذه الآية بعدني ما جاي. أريد أقول إحنا الدنيا نعمل فيها كأنها خالدة، وكأن كل ما نحصل، كأنما كل ما نحصل في الدنيا هي معانا معانا معانا. لا يا أخي، ستتركه كله، أولادك إلى القبر، أعزائك يمكن إلى آخر لحظة من دفنتك، أصدقائك بالتشيع في أمان الله حياك الله، وإلى آخر. لا أحد يقف عندك أصلا، أنت وأعمالك. أكو أحد الملوك هو لطيف عجبني، يظهر كان هو ملتزم، قال يا جماعة، ملك سلطان أعتقد من سلاطين على حال الصفويين أعتقد، قال أنا إذا متيت، هو قال إذا متت ورفعتوني في نعشي فأخرجوا يداي من التابوت. قال ليش يا مولاي؟ قال حتى يعلم الناس أني سلطان وخرجت من الدنيا ويداي شنو؟ فارغتان. هذا درس حلو. الله سبحانه وتعالى شو شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أحصاهم، عموم البشرية والكذا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا، شوف وين الرصيد، وين الرصيد؟ لا في أولادي لأن راح يتركوني وأتركهم، لا في أموالي لأن ما أطلع إلا بكفن 10,000 دينار، وليس علي حال شيء إلا شنو؟ إن الذين آمنوا. رجاء انتبهوا لهذه، الله أكبر واقعا كأنما ماء ثلج يقع على القلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ذولا اللي أنا أشوف بعض الناس يتمنى الموت، يتمنى الموت مو أنه يعني لا ما يخاف، يقول سيدنا مرتب أمري. سيجعل لهم الرحمن ودا، حالة من الحب، حالة من حسب تعبيرنا السكينة والمودة. فإنما يسرناه بلسانك يا رسول الله، هاي الحكاية جبناها بهالطريقة وهي لطيفة. شوفوا العبارة لطيفة: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أولا هذا بشارة لمن؟ للمؤمنين، للمتقين، هاي بشارة. بس اللدا، قوم اللد، منو قوم اللد؟ القوم الشديدي الخصومة، شديدي حسب تعبيرنا العناد. تكون انذار وتنذر به قوما لدا. الله سبحانه وتعالى يقول هذه رسالة، رسالة الله في شهر رمضان لنا أيها الأحبة أيها الأصدقاء: على حال فلوسك دير بالك، لا تكن جشعا وتجمعها بكل حسب تعبيرنا بكل وسيلة، فإنه ستحاسب. انظر إلى ما تجمع وكيف تجمع. أحسنتم. أولادك، البعض قاتل نفسه يريد ذرية، ما يخالف، جيد. المال والبنون زينة الحياة الجميلة، زينة الحياة الدنيا، بس ما قال قيمة الحياة الدنيا، زينة. وبعدين شو يقول؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوفوا امتحان. فيا ريت إحنا تكون نظرتنا لأموالنا نظرة أن هذه فتنة وهذه زينة. الزينة لها وقت لو ما لها وقت. أكيد. المرة العجوز تطلع بدلاتها أيام الشباب تباوع، والله شايف عن، وتطلع الذهبات،
يا أم الأيام إيش قيت شنة تتعارك ويا أبو الأولاد عليها وكذا، هسه ما حد بس ولا يمن. ليش؟ الزينة لها وقت، الزينة لها فترة، الأولاد لهم على حال ظرف. هذه إذا حاولنا أن نفهمها، المنصب هذا المنصب اللي تتعارك ونكسر فلان نشتم فلان وعلى حال نسقط فلان حتى نحصل على آراء ونحصل على امتياز ونحصل على كذا، في النهاية يوم شنو الآية الكريمة؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم بحق هذه الأيام الطيبة أولا بصرنا عيوبنا، اللهم آمين، وبصرنا أمرنا نكون على بصيرة من أمرنا. اللهم وفقنا لما تحبه أنت وترضاه، اللهم آمين. يأتون فردا يوم القيامة فلا ينفعهم ما جمعوا من مال ولا من صحبة. المشكلة التي تؤذي أكثر سماحة السيد أحيانا أن إنسانا يعني يبيع آخرته لدنيا غيره، هذا أتعس وأتعس وأتعس، فغيره يتخلى عنه يوم القيامة هو يرد. ذكرني أكو آية هواية جميلة إن شاء الله بالأيام المقبلة بإذن الله. الذين اتبعوا واتبعوا، اتبعوا اتبعوا، عندنا آية هواية لطيفة. نعم. أنه يوم القيامة يتعاركون رئيس الحزب ويا جماعة لا إله إلا الله. نعم. شكرا جزيلا على هذه الإفاضات المهمة سماحة السيد، وعلى هذا التدبر في هذه الآية المباركة، ويعني اعتذار للسادة المشاهدين، هي آية وليست جزء من آية كما قلت أنا في بداية الحديث. شكرا للسيد على التنبيه. الآن بإمكانكم الاشتراك وطرح الأسئلة على ضيفنا الكريم السيد رشيد الحسيني هنا في الاستوديو من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو اللي راح تظهر ظاهرة أسفل الشاشة، فبإمكانكم الاتصال والمشاركة وطرح أي سؤال تودون طرحه، وإن شاء الله سماحة السيد رشيد الحسيني يجيب على هذه الأسئلة المباركة. نأخذ اتصال أول من الأخ أبو محمد. أخي الكريم تفضل. أم محمد تفضل يا أختي الكريمة. أهلا وسهلا سيدنا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا سيدنا. أعطي الشقة. نعم. وزواري يعني دائما تقتل أطفالها بصورة يعني كلش مطبيعية، يعني كلش تعذبهم. نعم. ومرات تحبسهم، تغلق عليهم باب الحمام بدون دور، يصرخون ما معهم فينا، فما يعني ما تستجيب لهم. احنا مرات انا عندي اطفال، مرات نكون نايمين او جايين بعيد، انتظر انا على الاطفال فاقعد احكيها من ورا الباب، اقول له يعني وفي الاطفال خطيه يعني مو شيء مو اسباب يعني ما اتصرفها، فما تستجيب ابدا. مرات يعني اطفال اصابوا من ارضهم يعني على مود يعني شوف الوضع، او يعني مثلا خابرها مثلا تعوفهم او هيك شيء، بس يعني ابد ما تستجيب وتظل تصيح، فيصير بيناتهم مشكله كبيره يعني. هذا حلال عليه حرام. طيب سؤال أختي الكريمة، العفو عفوا سيدنا، رتش تدخلون؟ لا راح. سؤال أختي الكريمة، حضرتك تربطش علاقة جورة، علاقة جيران بينك وبين هذه المرأة، يعني هم تدخلي لها تدخل البيتك؟ لا هي لا تدخل البيت ولا أنا البيت. قصدي لو كان هناك يعني آثر تقدرين من خلالها توضحيها تنصحيها تفهميها؟ لا هي ما تستقبل نصيحة أبدا ولا تتكلم ويا أحد أبدا يعني. أها. بس المشكلة انه احنا بيناتنا قاطع خشب بحيث يعني وصل كامل واضح فالأطفال يتأثرون يخافون، احنا مرات جاي ندرس نايمين يعني نقعد اليوم احنا صايمين وصلنا نايمين وقعدنا على صوت يعني تشويش مع الباب كلش قوي تقريبا الساعة الا ربع هو الباب ينطرق بصورة مو طبيعية. بعد يوم نسرهمت الموضوع عرفت انه هي حاطة ابنها بالحمام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خير واضح الله. سؤالك يا اختي ام محمد، عندي سؤال اخر ما موجوده ام محمد، لو راحت ام محمد راحت. تحياتنا للاخت الكريمه ام محمد، ردنا نسالها ونعرف اذا كان عندها سؤال اخر او لا. طيب نتحول الى ام احمد. اختي الكريمه تفضلي. ام احمد تفضلي اختي، بس نصينا صوت التلفزيون نهائيا اختي الكريمه، يعني نصينا صوت التلفزيون بشكل كامل حتى نسمعك وتسمعينه بوضوح، لان هيك ما راح نقدر نسمع سؤالك بوضوح. نصي تماما. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. سيد انا زوجي ما يصوم. نعم. وانا اتعارك ويا يعني انا يعني لي ذنب ما احكي ويا مثلا اذا ما اقطع وياه اشهر، هو يصلي بس ما يصوم.
ما يصوم. ليش ما يصوم؟ مريض. عنده عذر لو ما عنده عذر. والله يقول أنا ما أقدر، ما مريض، ما مين أنظر شو قصر مسوي عملية، بس يقول ما يعني العالم كله مسوي قصر، بس هو مسوي قصر. أقول حاول يوم ويوم واحد بجرب، يقول ما أقدر. تريد أن تعارك؟ أقول تعارك ما خليك، خلي تصوم أنت. أم أحمد أنت تعرفين الوضع اللي بيه زوجك، تتوقعين هو يقدر يتحمل يصوم لو ما يقدر؟ هو قبل أنا يصوم بس كان يعني تعرف، يعني الآن ما يصير صفر يتعرف ويانا. نعم. أنا مجاني يقول خاف، يعني خاف من العركة عصبية. إيه يخاف من العصبية ويشرب قهوة. شكرا أختي أم أحمد، تحياتنا لحضرتك، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. تبين العذر أنه جبارة الظاهر هذا السبب سيد. نعم أبو كرار أخي الكريم تفضل. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عزيزي. كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير وعافية. حياتنا لحضراتكم كل المستمعين. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. بس خصك يا سيدنا شوية سؤال رحمة لبوك. تفضل يا عزيزي، تفضل يا أخوي. سيدنا التجماع يشترون ما المال طابوك. نعم. فهم يجيهم وصم يجيلهم حملة والسائق مثلا 3000. نعم. وهم يبيعون 4000. اهو. نعم. يعني هل يصير حرام ام حلال شغل عملهم للعمال؟ واضح. يعني هم يدري بيهم الملاك ويدري بيهم. ها يدري بيهم وساكت؟ نعم. يعني الوصل 3000 طابوقة، هم يحملون 4000 طابوقة. لا يحملون 3 يبيعون 4. عفوا شنو؟ مو كلش واضح. عيد لا فهمني. يحمل 3 يبيع 4. يحمل 3 ويبيعها بسعر 4. نعم بس يجي وصل العامل ما يجي وصل من الملاج. اكو فتحكم يعني عام يشرح الموضوع بتفاصيله سيدنا. بس خلنا اشوف شنو. شكرا جزيلا اخي ابو كرار، حياتنا لحضرتك. شكرا جزيلا. اكو شوف التفصيلات صغيره بالعمل تحتاج يعني ان شاء الله نفهم. يظهر انه يحملون نعم. يحملون ثلاثة بس يطول يقولون للناس 4. نعم يعني اكو غش. احنا نجاوب بهاي الحاله وبالحاله الثانيه سيدنا باذن الله. ام حسين اختي الكريمه تفضلي. الو. مساء الخير سيد. السلام عليكم ورحمة الله. مساء النور، حياكم الله. سيداني حامل وشهر السابع ومصر السابع. حامل شهر السابع. نعم. جربتي نفسك بالصيام لو لا؟ هي أنا سيدت من أول يوم رمضان صايمة. إيه شنو صار؟ لا شوية عندي دوخة وشوية تعبانة. طيب الطبيبة هم نعتج قالت مو زين على الجنين شيله لو لا؟ لا ما شوف الطبيبة بعد. واضح واضح واضح. الله يساعدكم، الله يمن عليكم بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي الكريمة أم حسين، تحياتنا إلها. متواصلين باستقبال مشاركاتكم مشاهدينا الأفاضل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا تطرحون التساؤلات اللي تحبون تطرحوها وضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني هنا للإجابة على هذه التساؤلات إن شاء الله. عندنا الآن رسالة صوتية نسمعها، تفضلوا. اتصال من منو؟ زهراء أختي الكريمة تفضلي. زهراء أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا بس من التليفون لطفا أختي الكريمة، بدون تلفزيون إذا أمكن. يلا تمام. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله أختي، حياكم الله. بس ممكن سؤال أسأل شيخ؟ تفضلي السيد يسمعكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس على صلاة الليل، يعني أكثر من سيد وشيخ سألت كم هي الطريقة؟ نعم. أريد يعني الطريقة من صلاة الليل. إن شاء الله تسمعين الطريقة الواضحة عن صلاة الليل وكيفيتها. عندي سؤال آخر أختي الكريمة؟ تمام. لا ما عندي. حياك الله أختي، شكرا لحضرتك ومع ألف سلامة. جابر أخي الفاضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عين شلونك زين؟ حياك الله أخي، أهلا وسهلا ومرحبا. فسؤال سيدنا. إن شاء الله تطرح سؤالك، بس أول شيء تصيلي صوت التلفزيون تماما، تسمعني بس من التليفون إذا أمكن. منفوي والله. أكو صوت جاي يرجع لنا، تفضل جابر. تفضل يا عين. سيدنا في دول وجهك أقرأ بالقرآن
ويعني عندي شغل واشتغل وهذا، فرمضان ما اكمله يعني للاخير. نعم. مثل النص ما اخذنا لانه وصل للربع هيك وهاي هي. هيك اشكال بها؟ واضح. واستمر برمضان ورا قرايته. واضح. سؤال اخر؟ والتابع سؤال ثاني. تفضل. التهجم القرآن يعني مو ذيك القرايات، يعني التهجم القرآن هم بإشكال؟ واضح واضح. رحم الله عليك، على المشكور يا عمي. حياك الله عزيزي، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا الاخ الكريم جابر، شكرا على اتصاله. عندنا الان رساله صوتيه نسمعها، تفضلوا. السلام عليكم مولانا، شلون الصحه الاحوال؟ سيدنا اذا انا اداوم كليه وبهاي الحاله دوام 8 ايام بالشهر خلال شهر رمضان، بهاي الحاله راح يصير عليه افطار يعني وقصايم وفيما بعد اقضيه. زين بهاي الحالة إذا أريد أخرج من العذر، أريد أدخل بالعذر الشرعي بأن كثير السفر، أقدر أروح المنطقة قريبة مثلا عندنا تبعد 30 كيلو ووراء الأذان مال الظهر أرجع على مود الصير 11 يوم، بهاي الحالة أقدر لو لا؟ واضح 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 واضح. تحياتنا للأخ الكريم وشكرا على رسالته الصوتية، ويسمع الإجابة إن شاء الله. عندنا اتصال من منو؟ أم محمد لأبو محمد. أم محمد أختي الكريمة تفضلي. أنا عندنا قرايبنا عندنا تسود بقرايبنا. نعم. واحد اثنين ناصحين كل شيء ما بيهم، وواحد مريض، بس هي أستاذة كتلونة إجت على بيت من قرايبنا، ثاني قرايب. قعدت يمهم شوية، خلوها تطلع تسوي الباب وطلعوا وعافوها، تدق بالباب ما فتحوها إلها. الذنب عليهم العدد عليها. شكرا جزيلا على اتصالك ام محمد، راح تسمعين الان اجابه سؤالك. تفضلي تفضلي تفضلي. احنا عندنا الدجاجه دي. نعم. ذبحها واحد ما يستهل، ذبحها من ذبحها شو اسمه يعني ما قصد الرقبه مالته. نعم. احنا نظفناه وجو قرايبنا خذوه من عندنا، هاي شلون يعني الذنب عليهم؟ هو اكلتوه؟ كلوا قرايبنا. واضح، شكرا جزيلا للحاجة أم محمد، الله يحفظها ويوفقها ويطول عمرها إن شاء الله. قبل لا أخذ اتصال حسين، بس خلي نجاوب على السؤال الأول للحاجة أم محمد، لأن أنا مو كلش فهمته بصراحة، فقبل لا ينسى السيد. أنا ما فهمت. تمام. أنا جيت معتمد أنه سيدنا الصوت كان عندك واضح. لا، واحد على حال بالشارع بقى وسدوا الباب وعلى من الذنب هذا بقى بالشارع، ما عرفنا. تمام. اذا ناخذ الحاجه ام محمد ان شاء الله تتصل مره ثانيه وتوضح لنا السؤال بشكل اوضح، واحنا نعتذر. بقى ورا الباب، هذا بقى ورا الباب، منو المقصر؟ اللي سد الباب ودخل او اللي خلاه يطلع برا؟ كن نسمع التفاصيل سيد. طيب حسين ويانا، تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله عزيزي، اهلا بك. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله، اشكرك. لا انا سؤالي اخوي عنده سياره. اخوك عنده سياره شنو؟ سياره غاز. نعم. يبقون 200 غرام. يبقون 200 غرام؟ يبقون. نعم. عشان نعم. لا يقدر ينزل حتى لو الصوت مو كلش واضح. انا اخر شيء سمعته وفهمته انه بالمعمل يبوقون من عنده كل مره 200 غرام كل ما يروح يعبي. نعم. يعني نعم، من كل دبه. من كل دبه. نعم. من كل دبه. نعم. اشتكى بدون حق. نعم. واضح حبيبي، واضح سؤالك، واضح. ان شاء الله اجاوب عليه. ان شاء الله اجاوب عليه سماحه السيد. الصوت ما كان كلش واضح بس السيد فهم سؤالك. عندنا اتصال من الاخ الكريم ابو كرار، اخي العزيز تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا؟ والله سيدنا ما وضحت. بس نصي لي صوت التلفزيون حتى يصير الصوت أوضح والسؤال أوضح. نعم. أنت اللي على معمل الطابوق؟
معمل الطاووس، سيدنا معمل الطاووس. نعم. هذا معمل الطاووس. يعني أعمل سيارة 3000. نعم. يجي نوفر. ويبيعون أربعة. يبيعها أربعة. بس يبطون. خوش. بس يبطون حساب مع الأربعة، هل حلال حرام؟ واضح 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 واضح. شكرا جزيلا ابو كرار، تحياتنا لحضرتك. حسين الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا كلامي لسماحه السيد، مثل ما تعرف حضرتك سماحه السيد، اليوم سواء في العمل او في الشارع او في بعض الامور نلتقي ببعض الاخوات اللي هن متبرجات او انه الشعر ظاهر، فما حكم هذا الامر بالنسبه للصيام؟ تعرف احنا شباب مرات هو شيء غير مقصوده، حتى في مواقع التواصل مرات نتصفح تظهر بعض الامور امامنا. فهي غير مقصوده ولكن ما حكمها خلال الصيام، وبنفس الوقت اتمنى تكون هناك رساله لبناتنا العزيزات في هذه في هذا الشهر الفضيل بهذا الخصوص، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، تحياتي لك وشكرا على هذا السؤال الواعي وعلى التوصيه المهمه للاخ الكريم حسين، شكرا على اتصاله. طيب نتواصل مع الأخوة الكرام المشاهدين، عندنا اتصال من منو؟ رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم مولانا، ممكن سؤال؟ أبوي عنده مرض مزمن بروستات وصلاته جائز لو لا؟ نعم. بروستات؟ نعم. شكرا للأخ الكريم والله يمن على والده بالعافيه ان شاء الله. اختنا جنات، اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد اني شهر يعني كل الايام مو بس شهر رمضان اخذ من زوجي وانطي اهلي بدون علم. فلوس؟ مواد. مو بس فلوس، يعني هسه هاي يسوي لنا ما شاء الله رمضان اطلع من الفطور وانطيهم. نعم. بس هو مين يدري؟ بس انا يعني اهلي ما يلومون علي، يعني انا اكل وهم باقين. هو ما يقبل؟ ايه هو اذا اقول له ما يقبل. ايه واضح. تمام. ايه. نشكر. شكرا لحضرتك اختي الكريمه وتحياتنا. ناخذ اتصال من الاخ الكريم احمد، اخي العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي انا ثاني اسالك شفت ساعه واحده. نعم. وبقيت على السيارة. بالعافية. مرة والديك. والديك. شكلتها ايوه. وبقيت على السيارة. شبساية. شبساية. رحمة الله. حياك الله أخي الكريم، شكرا جزيلا. ناسي يعني ناسي؟ إي ما منتبه صحيح؟ ناسي؟ يعني ما متعمد. ما متعمد. جيد. هذا رزق خويا، رزق هذا. تحياتنا الأخ أحمد، إن شاء الله تسمع إجابة السيد، يعني بس للملاطفة جاوبتك الإجابة أكيد مو من يمي. عندنا الاتصال الأخير ناخذه وبعدين نتحول إلى سماحة السيد للإجابة على كل الأسئلة اللي وردتنا عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل الصوتية. فشون رأيكم نأخذ اتصال لو رسالة صوتية؟ رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، يرحم والديك، أبو محمد من النزف، ساكن ببيت 75 متر، والمبالغ اللي اشتريت بها هذا البيت مخمصة، وحاليا عندي عرصة بعت فد مبلغ، بس هذا مبلغ العرصة ما مخمس. أكو فد طريقة شرعية أقدر أبدل فلوس هاي العرصة اللي هي ما مخمسة المبلغ البيت اللي أساسا أنا قاعد بيه مخمس، علما أن البيت اللي قاعد بيه يعني مكافئ علي أنا وعيالي. جزاك الله خير الجزاء. شكرا للأخ الكريم أبو محمد، تحياتنا إلى ونكتفي بهذا القدر من الاتصالات والمشاركات ونبدأ بالإجابة على الأسئلة. سيدنا الفاضل نبدأ من حيث انتهينا، لأن هذا شوية سؤال بتفصيلات. أبو محمد وبيته المخمس والعرصة اللي عنده قطعة الأرض غير المخمسة. في الواقع البيت المخمس على حال المخمس لا يخمس، هذا كقاعدة، أن الشيء اللي يخمس بعد ما يتخمس مرة ثانية. أما العرصة اشتريتها بأموال غير مخمسة، سؤالي أنه أنت فلوسك يعني تعلق بها الخمس رحت اشتريت عرصة؟ لو لا فلوسك ما متعلق بها الخمس بس اشتريت العرصة والعرصة مر عليها أكثر من سنة ما استفدت منها، فتعلق الخمس بالعرصة. واكو فرق بين تعلق الخمس بالمال أو تعلق الخمس قطعة الأرض نفسها بالعين، يعني بالقطعة الأرض. على كل تقدير إذا كانت فلوسك ما مخمسة وتعلق بها الخمس رح تشتريت أرض،
فأنت لازم تخمس قيمة الأرض بس، قيمة الأرض اللي اشتريتها. يعني خلي أجيب مثال، أنا عندي 1.5 مليون تعلق بها خمس، خمس أشقيت 300,000، واضح؟ نعم. وبعدين رحت اشتريت قطعة أرض بفلوس تعلق بها الخمس، قطعة الأرض اشتريتها 1.5 مليون، الآن قيمتها 6 ملايين، 4 أضعاف صعدت، بعتها 6 ملايين، لازم أخمس الستة؟ لا، خمس الواحد. أحسنتم، خمس 1.5 مليون فقط. هاي الزيادة إذا بقت عندك لمدة سنة تتخمس، أما إذا كانت لا، فلوسك ما تعلق بها الخمس، الآن أعطوك 1.5 مليون رحت اشتريت أرض والأرض صارت 10 ملايين، تخمس 10. طبعا إذا بقت شنو؟ إذا بقت سنة كاملة وأنت شنو؟ ما مستفيد منها سنة كاملة، لو إذا يعني وصل رأس السنة الخمسية مالته سيدنا. إم أحسنتوا، إذا كان عنده رأس السنة الخمسية رأس السنة الخمسية، إذا كان ما عنده رأس السنة الخمسية سنة كاملة. نعم. عند بعض الأعلام كسيد الخوئي أنه يقدر لكل مال أن يجعل له رأس سنة خاص. نعم. على أي حال أنت قطعة الأرض لابد أن تخمسها، سواء كان في مالها أو كان في ماذا؟ في عيني. عيني. أحسنتم سيدنا الكريم. نرجع إلى أسئلة الإخوة والأخوات. أم محمد بصراحة تعاني هي ويعانون أبناء جيرانها، ساكنة بشقة وجيرانها تعذب أو تقسو على أطفالها، هي قالت تعذبهم، تحبسهم بالحمام، تقسو عليهم بالضرب، صراخهم، تقول اتصل بزوجها مرات يتدخل بس تصير مشكلة بيناتهم، فأني يعني أحصل حرام لما اتصل بزوجها. شوف يا أختي الكريمة، أنا أشكر مشاعرك الطيبة، وأشكر أيضا إحدى الأخوات على برنامج آخر أمس، معلمة قالت شفت تلميذتي معنفة من قبل زوجة أبوها. هذه الحالات الإنسانية لا بد من التدخل فيها، لا بد. ليش؟ لأن الطفولة الآن في الواقع تعيش محنة، أكو آباء يعنفون، أكو أمهات تعنف، أكو زوجات أب تعنف، أكو أساتذة معلمين يعنفون، لا بد من على حال رفع الظلام عن الأطفال أبرياء هؤلاء. أنت يا أختي الكريمة 3 أشياء تقدرين تسويها. الشيء الأول أنه تخبرين الزوج وبشكل ملح يوميا، قول أخي إحنا جايين جيران هنا، يفصل بيننا وبينكم حائط خشبي، لا عدنا ليل لا عدنا نهار لا عدنا راحة، لا عدنا أولادنا مفزوعين ويبكون، شنو هذا؟ احنا شنو عايشين في تعذيب في مديرية امن صدام؟ وين عايشين احنا؟ وحاولوا يعني بشكل انه هذا الامر غير مريح باي شكل من الاشكال، ما مريح حتى لو كان يتسبب الموضوع بمشاكل زوجية. مولانا اخي الكريم، هم واقعين بخمسين مشكلة الان، اطفال في مشكلة، والله انا خايفة انه لا تصير عندها مشكلة مع زوجها، لتكن اطفال هنا، فلا بد من تنبيه الزوج وبشكل حسب تعبيرنا مركز وملامة، يعني انتقاد ما يصير. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في واقع الحال أنه طبعا هاي مريضة، أنا تشخيصي هاي مريضة، يعني هاي المرأة مريضة عندها مرض، لو كآبة شديدة، لو عندها على حال مرض نفسي معين، لا بد من الرجوع للأطباء، يعني لا بد من زوجها أن يأخذ للطبيب. يا أبا ماك وحدة أولادها تسجنهم بالحمام وأضوية مطفية والطفل يبكي من الظلام وبعدين وتضربهم حسب كلام الأخت، يعني ما يصير. هذه لابد مراجعة الطبيب. الأمر الثالث اللي لابد إذا شفته ما جاء تفيد أنه خبروا الجهات الرسمية، الجهات الأمنية. فعلي. يا أخوان تعالوا، أكو شرطة إيش يسموها مجتمعية، مجتمعية، تعالوا يا جماعة، ما يصير هذا، ما يصير أخي، طفولة الآن هاي متأذية، كما المعلمين الكذا، لابد أن نتخذ إجراء في أن نرفع هذه الظلامة. قلت إما الزوج يتدخل تدخل حقيقي، وإما المعالجة والذهاب إلى الكذا، وإما الجهات الرسمية. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة أم أحمد زوجها ما يصوم، وتقول لأنه انفعالي يوم اللي يصوم، وأنا خاف أتحمل إثم لأنه جاي أحاول إياه وما قاعد أقدر أقنعه بالصوم. شوفي يا حجي، للأسف الشديد يعني أن بعض الناس يتجرؤون على الله في المعصية، وكما ورد في الروايات الشريفة أنهم يبارزون الله، يبارزون يعني حرب مع الله. قل يا أخي حجي، رجليك بالقبر وانت رايح، ساعات انت ما تتحمل،
وطبعا الجيجارة، هاي الجيجارة هي اللي كل المشكلة من وراها. على أي حال أنت لابد أن تبيني له، لابد أن على أي حال تخففي حسب تعبيرنا. إذا قال جيب الغداء قل أنا ما أجيب غداء، تفضل روح تغدى، أنا ما أجيب غداء، أنا ما أجيب غداء، لا أعينك على معصية الله، أنا ما أعينك. طبعا إذا قام راد يضربش لا روح جيبي غداء، يعني لا تسببين لنفسك مشكلة، ولكن أن تعينيه في أن تجذبي له غداء فطورا كذا وبشكل مريح له. يعني لا تعينوا المفطرين بدون عذر في من على فيما أفطر. أحسن، لابد أن شوية ننكمش ونبين امتعاضنا حتى حسب تعبير القرآن حتى تضيق عليهم الدنيا بما رحبت. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أبو كرار يسأل عن جماعة يعملون بمعمل طابوق ويقول يساعدون 3000 طابوقة وهم يبيعوها بعدين بسعر 4000 والوصل على 3000. أنا بصراحة مو كلش فهمت السؤال بس جنابك غوش يعني مولانا غوش، يعني هو الوصل يقول 3000 ويساعدون 3000 بالسيارة، يعني مدير هذا يقول صعد 3000 ما أخذ فلوس 3000، بس هم والسائق، هم والسائق صاحب الشاحنة يقول نعطيك وصولات 4000. فيراوي يقول شوف هاي انا جايب معي 4000. ذاك الرجال مسكين مشتري، انا اشتري طابوق ما اقعد احسب ثقة وعلى وصل وعلى ختم. احسنتم، فهذا غش وحرام شرعا، ويأكلون في اموالهم نارا وسيصلون سعيرا. احسنتم سيدنا الكريم. الاخت ام حسين حامل بالشهر السابع وتسأل عن امكانية صومها. هي صايمة الحمد لله رب العالمين، ما عندها مشكلة بس عندها تخوف. حجية أختي الكريمة الله يقومك بالسلامة بحق محمد وآل محمد، شهر السابع مو أنه مقرب، المقرب يعني شهر الثامن بداية التاسع، هذا مقرب. أنت شهر السابع أولا، ثانيا الحمل ليس عذرا، المرض عذر. تقولين لا سيدنا أنا الحمل صار هو مرض صار عندي، يعني أوجد مرضا، هذا إذا كان هالشكل إليش عذرك. ولكن أنت تقول لا أنا الحمد لله وضعي زين وكذا، بس أنا رأسي يدوخ كذا، إحنا والله أنا رأسي دايخ وأنت رأسك دايخ وكلنا هم جواعة، ولكن على أي حال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة إن شاء الله تعالى. شكرا. الأخت الكريمة زهراء طلبت شرح كيفية صلاة الليل بأبسط الشروحات. بابا صلاة الليل قسمين، قسم سما نافلة الليل، نافلة الليل 8 ركعات مثل صلاة الصبح، ركعتين 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 مثل صلاة الصبح، بس نيتها نافلة الليل 8 ركعات مثل صلاة الصبح 4 مرات، واضح بابا؟ بعدين تجي شنو؟ ركعتين سموه الشفع، تقرين الحمد وسورة الفلق قبل الأخيرة بالقرآن، آخر سورة يسمون الناس قبلها الفلق، واضح بابا؟ هاي الركعة الأولى. الركعة الثانية بعد الحمد سورة الناس، آخر سورة بالقرآن سورة الناس، بعد ما تكمليها ركعتين أيضا. من خلصتي تيجي ركعة واحدة يسموها الوتر، الوتر يعني واحد. نعم الوتر يعني واحد، ركعة واحدة تكبرين وتقرين الحمد 3 مرات، قل هو الله، سورة الفلق، سورة الناس، ترفعين إيدش قنوت، قنوت طويل، قنوت طويل. أولا تستغفرين الله سبحانه وتعالى لنفسك وللمؤمنين، وتحسبين 40 واحد، خلين قائمة بيدك قائمة، اللهم اغفر لوالدتي، اغفر لوالدي، اغفر لعم عباس، اغفر لعمي كذا، اغفر لعمي باقر، أخوي جعفر، اغفر 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 اغفر، تجيبين أسماءهم، تكتبين 40 نفر نساء ورجال، واضح بابا؟ موتى وأحياء. هذول بعد ما كملتيهم 40 مؤمن 7 مرات تقولين هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك، 7 مرات. بعدين 70 مرة استغفر الله ربي، هاي بيدي شال ايدي وسبحه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله 70 مرة. بعد ما تخلصيها 300 مرة، يعني 3 سبح. اللهم اني اسالك العفو 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 300 مرة. بعدين تدعين وتدعي لجناب الله يحفظك، يعني جيبي اسمنا الله يسلمك، احنا مجنعنا شو تسوي؟ ادعينا بابا والله يحفظك ان شاء الله تعالى، اللهم احفظها، اللهم احفظها الحمد. ما هي اقصر طريقه لصلاه الليل سيدنا من هذا كله؟ ها واحد يقول يا بس اذا شوي اريد هذا، كلما اقترب الفجر الى الاذان يعني الى طلوع الفجر
يمكن اكتفاء بهذه الركعات الثلاث، الشفع والوتر، ثلاث ركعات، هذه على حال إذا شافت الوقت. طيب يشاع بين الناس أنه اللي يصلي صلاة الليل مرة يتأذى إذا تركها فيما بعد، هل هذا الكلام له واقع؟ لا ليس صحيح يعني. طيب. الله سبحانه وتعالى ما يعذب على حال عباده. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم جابر يقول أني أقرأ قرآن في شهر رمضان ولكن ما أكمل القرآن في شهر رمضان بسبب ظروفي فأكمل، هل علي شيء إثم؟ لا يفوتك شيء، يفوتك شيء. يفوتك شيء يعني أنت في ظرف رمضان، في أيام رمضان، من قرأ الرسول في خطبته من تلا يعني قرأ، من تلا في هذا الشهر الشريف آية من كتاب الله كان كمن ختم القرآن في غيره. يعني تقول نون أي آية الله أنطاني الآن ثواب ختمة كاملة. نعم. زين إذا أنت تقرأ هالكلمات كلها والآيات كلها في رمضان راح تحصل بعدد الآيات ختمات قرآنية وثوابها، إذا أنت جزء من القرآن راح تقرأ في غير رمضان ما راح تحصل هذه الميزة، ستخسر من الثواب. مثل اللي يفوت عرض الأسعار في وقت محدد يعني. أيضا سأل عن إمكانية أن يتهجأ الكلمة بالقرآن، هل يعني يحصل على إثم؟ لا إشكال في ذلك، التهجي لا إشكال في ذلك، وعموما تعلم القرآن وتهجيه وتلاوته بشكل بطيء لا ما في مشكلة. رسالة صوتية وردتنا سيدنا الكريم من طالب جامعي يقول 8 أيام في شهر رمضان يسافر ويروح إلى جامعته، يقول ممكن أروح المنطقة قريبة فد 3 أيام غير هذه 8 أيام حتى يصير 11 يوم حتى أصير كثير السفر. بصمتي الصوتية كانت ناقصة وريت أقولها أنا. أنت نعم. ابني لازم تقول لي أنا في كل الشهور إيش عندي. نعم. أنت قال في رمضان 8 سفرات، قبل رمضان يمكن عندك 12 سفرة، قد يكون عندك 9، قد يكون عندك 13، قد يكون 8. فهو يعني كأنه معدل سيد. معدل. نعم. أن يكون عندك معدل، أنت معدلك إذا كان شهر 12 شهر 9 شهر 8 شهر مثلا 10، إذا كان معدل 6 أشهر أو سنة كاملة أنت أحسب أنه بالشهر 10 سفرات عندك فأنت كثير سفر. طيب في حال كان أقل من 10 أما تيجي هالشكل تقول لا سيدنا أنا كل 8 سفرات كله من البداية إلى النهاية يصير أزود 3 حتى أصير كثير سفر، هيك كان سؤال. في شهر واحد ما يصير، في شهر واحد ما يصير، في شهر واحد ما يصير، والله الآن أنا أزود لا. فاهمك. لابد يكون عندك سجيتك وطريقتك هذه. يعني أرجو أن يكون أيضا الإجابة تكون إجابة واضحة للأخ الكريم صاحب الرسالة الصوتية. أم محمد يعني السؤال الأول ما كان واضح جدا لسماحة السيد اللي الباب وإغلاق الباب، ولكن سؤالها الثاني كان عندهم ديش وذبحوه بطريقة شكوا بيها بعدين الشك في الذبح الأصل عدم الذبح. يعني شنو الشك في التذكية؟ الأصل عدم التذكية، يعني كأنه يعني ما مذكر، يعني هذه كأنما غير مذكر، فأنتوا على حال انطيتوا الجماعة استغفروا الله، استغفروا الله، لأن ذولاك الناس خطيئة ما يدرون أكلوها، بس أنتوا على حال إن شاء الله أنتوا هم تدرون، إن شاء الله أنتوا هم تدرون، فاستغفروا الله سبحانه وتعالى. الأخ حسين قال أخوه عنده سيارة غاز بالمعمل وكل ما يروح عن كل القنينة غاز يأخذون من عنده سرقة 200 غرام حسب الدعاء، ويقول اشتكى أكثر من مرة بأكثر من مكان بدون إرجاع حقه. سؤاله هو شنو أستاذ مرحب؟ هو كأنه يستنصحكم سيدنا. لا لا لا, لا, لا سؤاله وين؟ سؤال يقول متشرع الولد. نعم. يقول سيدنا المعمل جاي يبوك يسرق. نعم. يسرق من كل دبة 200 غرام. نعم. يعني كل 5 دبات كيلو. نعم. والدبة لازم 15 كيلو، هو جاي يخلون مثلا 14 و800. نعم. فجاي يسرقون 200 غرام من كل هذه، يقول اشتكيت ما فات، كان مع عصابة هي. نعم. تدري هذه تجتمع 5 دبات كيلو، فإذا 50 دبة 10 كيلو وهكذا. نعم. وهكذا فجاي يبوقون، يقول سيدنا أنا جاي أبيع للناس والناس يأخذون من عندي على أساس 15 كيلو، أنا شنو أسوي؟ نعم. سؤال هذا الولد يقول أنا جاء أبيع للناس، أنا رحت اشتكيت وصحت ما حد يدير بال، الآن الناس يقول غاز غاز غاز، يا بالغاز الناس يدرون هذا 15 كيلو اللي يبيعه 15 كيلو غاز. نعم. فأنا جاء أبيعه ب 15 كيلو ب6000 دينار، دبة غاز ب6000، فأنا حرام علي هذا 15 إلا 200 غرام. شوف الولد التفاتة مهمة. نعم.
أقول له حبيبي الله يعطيك العافية ويحفظك ويزيد في رزقك، أنت أولا لا تقول لهم هاي 15 إلا 200 ولا 15 كيلو، أنا أبيع لكم دبة غاز بما فيها، دبة غاز بما فيها. طيب سيدنا، وعموم الناس يمكن ما يدرون هل قد وزنها للقنينة؟ إيه لا، والناس يعني يشتروا على أساس هذه قنينة مكاملة، يعني أحسنتم يعني لا. فلذلك أنت قول هذا الموجود أبيعه، يا جماعة هذا الموجود أبيعه، ما أدري ذول المعمل شي يسوون، الله لا يهديهم، الله يهديهم، ما أدري شو أقول عنهم. إحنا بنقول اللهم إن كانوا قابلين هداية يهديهم، ما قابلين هداية اللهم اهلكهم، اهلكهم هلاك عاد وثمود. لا والله يا أخي الكريم، يعني يوكلون الناس الحرام شيء شاءوا أم أبوا. نعم أحسنتم سيدنا، وإن شاء الله الإجابة أيضا تكون واضحة للأخ حسين. حسين آخر غير الحسين السابق، غير حسين السابق يسأل عن المتبرجات اللي نشوفهن بالشارع أو على الإنترنت، يقول وإحنا صيام هل يعني نحصل على إثم؟ أولا في واقع بعض الأحيان، مثل أمس واحد اتصل علي قال بالجامعة أنا كل المتبرجات شو أسوي سيدنا؟ على حال النظر إلى المتبرجات لا يضر بالصوم. طبعا أكيد أنه مو كل المتبرجات، ولكن بالنسبة لسؤال الأخ يعني. الأغلب. نعم. الأغلب متبرجات. نعم. ويقول إحنا في الواقع متأذين من هالجهة، نقول أنه التبرج نظر إليهن لا يضر بالصوم، فالصوم صحيح، ولكن حاول أن لا تثار، لا تنظر نظر مريب، وابتعد. إذا قدرت أن تنصح جيد. أحد الأخوة قلت له أنصح، قال سيدنا أنا باب سوق، باب سوق الشارع الطوسي جايين زوار بس متبرجة، قلت يا بنت الحلال تعد أميروني. يقول سيدنا صاحت صيحة وخطبت خطبة علي والناس كلهم صاروا ضدي. فأكو بعض الناس هالشكل وقحين مقابلين للنصيحة، اتركها اتموها، ولكن إذا كانت قابلة للنصيحة ممكن أن تتأثر. نعم. والأمر أيضا بالنسبة اللي يشوف على الإنترنت يقول مرات بدون قصد وإحنا صيام قاعد نصفح. لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وهو هم طلب نصحكم المبارك سيدنا للأخوات الكريمات في هذا الشهر. نحن في واقع الحال دائما نقول أيتها الأخوات اتقين الله في أنفسكن في عباد الله، والكلمنا ترى الدنيا ما تسوى، وراحوا علي حال يوقفوكم يوم القيامة بما تحملوه من كتاب أنتم أمليتموه بأعمالكم، فحاولوا أن تملوا كتابكم بمن بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا شهر رمضان، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، قل يا رب أن نتوب إليك حتى هذا الكتاب الموجود الله يأتي إليه علي حال بالإمحاء والمغفرة إن شاء الله تعالى. أخواتي فقط دائما اذكروا أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليكم ومراقبكم، وهو الحاكم يوم القيامة. أحسنت. والشاهد هو الحاكم. أحسنتم سيدنا. رسالة صوتية من أحد الأخوة كان يتحدث عن والده اللي هو مريض بمرض مزمن البروستات ووضع الصيام. لا يضر البروستات بالصيام، يعني ما أنا أقول يعني مثل واحد ظاهرة يوجعه شنو ربطه بالصيام؟ يعني بروستات هو نزول البول بالندول كذا، لا ربط له. فإحنا لنجيب أمراض ما لها ربط، الأمراض اللي عليها لها ربط مثل العيون، السكر، القولون، هم مو كل سكر ولا كل قولون، أحسنتم. بس الجماعة يبدون بشكل أو بآخر. أمس واحد تصل قال سيدنا أنا ركبتي توجعني، قلت له سيدنا أنا ركبتي شنو ربطها بالمعدة؟ على أي حال لا ربط لها. فقل لوالدك يا بابا صم، فإن البروستات على أي حال لا يتضرر بالصوم. حاول إلا اللهم، إلا اللهم قايل الدكتور أن لابد أن يشرب الماء كل ساعة، هذا بعد بحث آخر مو يمي أنا، بس أقول بشكل عام لابد الإنسان هو يلحظ نفسه. الأخت الكريمة جنات تقول تأخذ من زوجها وتنطي لأهلها، وهي يعني تعرف أن زوجها يرفض إذا تقلها. إذا لو كانت تدري أن زوجها يرضى، هاي يسموها إذن الفحوى. نعم. أنا أدري زوجي، أما زوجي تدرين ما يرضى كيف؟ لا يجوز للمرأة، روايات عندنا، لا يجوز لها أن تتصدق ولو بشق تمرة بدون إذن زوجها. شق تمرة ما يصير يا بنتي، هذا حرام. بس تقول سيدان حصتي جاء أنطيها، حصتك وينها؟ حصتك هذا الماعون، أكلي من عنده صير حصتك، ذاك الوقت تقدرين هذا. أما أنه تروحين تنطين من المسكين رجال متسوق رمضان وما أدري إيش تودي إلى أهلها، ما يصير. أنت تقولي هم أصحاب جميل علي، إذا عندك راتب من زوجك، إذا عندك فلوس خاصة أنت أنطيها من
جيبك الخاص، لا تكوني كريمة من جيب غيرك. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أحمد صايم وأكل شبساية، قال كريت شبساية. إيه لسوء حظه. ليش سيدنا؟ حسن حظه أن يخلص الشبس كامل بعدين يتذكر. صدق خلي يخلص الشبس كامل بعدين. واحد يقول أنا قاعد سيدنا أكلت كاملة كذا وشربت هم المولانا فرد لبن ممتاز، بعدين يقول اليوم صايمين. قلت له هنيئا. قال صدق ايش بعد؟ قلت له هنيئا، رزق ساقه الله. فالناس ما يضر بصيام ابدا. فالناسي والغافل اذا ما اكل وشبع وتذكر فلا شيء عليه، اما اذا اللقمه بحلقه وتذكر لازم يلقيها يلفظها. نعم. بس هذا حسب تعبير سوء حظ لانه واحده بس. سؤالنا الاخير سيدنا كان من الاخ الكريم ابو محمد. ها جاوبنا عن اللي مرتبط بالخمس وقطعة الأرض ما مخمسة وبيته هو اللي ساكن به مخمس، فنتوجه لجنابكم سماحة السيد رشيد الحسيني بوافر الشكر الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بوافر الشكر وعميق الامتنان على كل هذه المعلومات القيمة والنافعة. شكرا جزيلا لكم سيدنا. الله بارك الله بكم. سلمك الله. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام. لنا ملتقى بإذن الله تعالى إن شاء الله يوم غد، لا تنسوا هذا الموعد. شكرا، في رعاية الله وحفظه.